السلام عليكم ونهنئكم بشهر رمضان وبأول يوم من رمضان الاثنين 1/10/1440. الأجواء في بريدة الحقيقة رائعة، أجواء مناسبة للصيام، جو يعني لا حر ولا برد، حقيقة كويس الجو، عسل الله يبتله على بتله بهذا الشكل. لكن اللي تشوف الناس أول يوم ملخبطة، الشباب والصغارين اللي حق الدراسة ذولا ما زالوا ملخبطين، تلقاه يسهر إلى الساعة 1 بالليل أو 12 ومن يضرب نومه ومن يقوم الساعة 9 ومن يبدأ يتبعرص بهالبيت، يقول متى يذن، في شوي قال سؤال متى يذن، متى يذن بيفطر، ولا تدري عنهم، لأن الناس الكبارين نيمين ولا ما تدري عنها الصغيرين، هم يضربون شكشوكة الصبح ولا لا، والكبارين برضو ما بعد زبطت المواعيد معهم، فكثير من الناس حقيقة ما زال بعهد القديم بالنوم، فمنهم ينام بدري الآن ويصحى مثل نصف الليل ويواصل إلى الدوام أو كذا، وبعد الدوام يرجع وينام إلى دان المغرب. فرمضان هذه السنة نعتبره من رمضانات الجميلة بالجو اللي حنا نعيشه الآن، كل فترة فترة يجينا أمطار ما شاء الله، أمس كان أمس برضه في رعد وذا، لكن ما رد الله أنه تسقط الأمطار عندنا، فكان الجو فيه غيم الحقيقة وفيه رعد وبرق، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وتبتل الأجواء عندنا هذه إلى نهاية رمضان. فهذا اللي خلى الجو الجميل والبارد شوي، يعني يعتبر في برود يعني، فخلى كثير من الشباب والصغار ينامون بال يعني من الساعة 9 10 12 نايم، ولا صار نص الليل صحى حول الفجر صحى، ومن عاد خلاص ما ينام بالنهار، فالنهار صعب عليه شوي، تلقاه كل شوي يقول متى يذن عشان يبغى الفطور. فالمشكلة مهي بالحين كذا، لما يأذن كثير من الناس كبارين والصغارين حتى، لما يأذن تقول الناس بتاكل القدور كله، لا جيت وتر الواحد سبحان الله، يعني كرم من الله إنه الواحد يعني ما هو باللي كالجوع اللي داي، لكن الإنسان يحس إنه جوعان وكذا، لكن لما يحطون الأكل حصل الناس قليلين الأكل، يعني ما هو قليل، تلقى الأكل الواحد فطورها المساء خلاص يكفي عشاء، يصير فطور العشاء نادر قليل اللي هو تلقاه إنه يعني عنده شراهة للأكل. فسبحان الله شهر مبارك، شهر رمضان المبارك مبارك الحقيقة، ما حس الواحد بالصيام في هذا الشهر، وخاصة هالسنة هذه اللي فيها ما شاء الله أمطار وجو زين عندنا في بريدة، يعتبر جو معتدل، يعني لا هو بحر قوي ولا هو ولا في برد قوي، يعني لا بأس ممكن الواحد ينام حتى لو بدون مكيف ينام يعني عادي مع مروحة عادي. الجو هالسنة هذه ما شاء الله، الفطور الحقيقة يعتبر شيء ضروري للجسم بعد الصيام، لأنه يساعد على النشاط والحركة، فهذا اللي خلي أكثر الناس الحين والأطفال والشباب إنهم ما يفطرون زين، ومن يجيها النوم ومن ما يدري له ضرب نومه، وقايم اللي نص الليل يقول يا أبي أكل ويبتل على هالقومة لين الظهر، ومن أصل الظهر راح ينام. وعلى هالطريقة يعني في تغيرات في التعديل في مناسبة النوم في هذا الشهر، إلى الآن ما الناس ما تقلموا مع شهر رمضان، فأول يوم ما يلامون فيه الحقيقة، وحتى أنها كثير يعني الصلوات التراويح والتراويح تحصل الناس يعني ما أقبلت بالكامل عليها، لأنهم أكثرهم ينام
يكون نايم افطر وصلى العشاء، او انه بعضهم ممكن ما صلى العشاء ونام. فنتمنى ان شاء الله نختم شهر رمضان المبارك جميعا ان شاء الله، وان يكون شهر خير وبركه على السنه، والله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، ونكون ان شاء الله من المغفورين، وان الله سبحانه وتعالى يحقق لنا امانينا كلنا بليله القدر، لان نحظى بليله القدر الليله التي تكفر عنا سنه كامله من الذنوب التي اقترفناها بهذه السنه. الله يوفق الجميع ويغفر ويرحم لوالديكم ووالدينا ووالدين المسلمين اجمعين، ومن ما شاركنا هذا الصيام هذه السنه من اخواننا المسلمين الذين الحقيقه توفوا او جاهم القدر بهذا الشهر او قبل الشهر، والله يغفر لهم ويرحمهم ان شاء الله، ويكفر عنهم ذنوبهم سيئاتهم، ويجعلهم ان شاء الله في جنات النعيم. وتمنياتي للجميع ان شاء الله بصيام باقي الشهر ان شاء الله وقيامه، وان يتقبل من الجميع، وفطور ان شاء الله مبارك. تحياتي وشكرا.